بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ النهارده ان شاء الله، وطبعا ده تجربه وهنحاسب بعد كده الكمبيوتر والصوتيات والكلام ده، لان احنا شغالين هنا داتا شو. انا طبعا سعيد جدا ان معايا اساتذتي الاستاذ الدكتور اشرف فوده والاستاذ الدكتور سمير صني، وفي الطريق ان شاء الله الدكتور محمد صبح. وجت ظاهره جديده ان احنا بنناقش حاجه على بعد، وبديت النهارده يعني بالدكتوره ولاء استاذ مساعد امراض البطنه في طب اسيوط وامراض الكلى، ومن انشط الناس في وحده الكلى في جامعه اسيوط اللي جهز لنا حالتين النهارده. فيسعدني ان اقدم ولا تبداي عرض الحالات بتاعتك على الاساتذه يسمعوكي ونناقش ان شاء الله بعد تفضلي الحاله الاولانيه. شكرا خالص يا دكتور حسين، وشكرا جدا لاساتذتنا ان هم بيشاركونا يعني الخبره بتاعتهم ونستفيد منهم ان شاء الله باذن الله. هي اول حاله معانا كانت في ميل بيشنت 26 ييرز، دي بارا 4 بلس 3، هي حصل لها 3 ابورشنز، الثلاثه ابورشنز كانت في الفيرست تريمستر في خلال السنتين اللي قبل البرزنتيشن، هي كانت بريزنت عندنا من حوالي شهرين. اللاست ابورشن كان من حوالي 2 ويكس بيفور البرزنتيشن عندنا، هي مش دايبيتك ومش هايبر تنسف، وكان برضه بين البريجننسي والبريجننسي ما كانش فيه مشاكل، وبرضه الابورشن اللي كان بيحصل معاها برضه هي ريبورتد ان ما كانش فيه بيحصل يعني ما كانش فيه بروتونيوريا ولا ايتيما ولا اي حاجه خالص، ده كان بيحصل معاها سبونتينيوس ابورشن. الاونلي تشايلد اللي هي جابته اللي هو كان من حوالي 4 سنين كان نورمال فاجينال دليفري، ما كانش فيه اي اوبستريك كومبليكيشن ولا اثناء الولاده ولا بعد الولاده بعد كده. هي جت عندنا في الاوت بيشنت كلينك اللي هي عندها انوروكسيا ليها اسبوع وريبيتد فومتنج وفيها مايلد جاستريك بين، ما كانش في اي اذر سيمبتومز ثانيه عندها غير ان هي لاحظت انها عندها نوتس ان في بوليجوريا من حوالي يومين قبل ما تجيلها، ما كانش في اي اذر رينال سيمبتومز عندها. في الاكزامينشن بتاعها خلينا يعني نرجع للسلايد دي يا دكتوره ولاء. خلينا 26 سنه براي قبل كده في بارا فور حملت كده 4 مرات منهم 3 ابورشن، واحد ده كان بس هو لسه كويس نورمال اللي هو جه نورمال من حوالي 4 سنين من 4 شهور بعد كده اخر ابورشن جاب 4 سنين هلا ابورتد 3 تايمز واخر مره كانت قبل بعد الابورشن ب 2 ويكس اخر واحد ده ابورشن ابورشن برضه الفيرست تريمستر بعد 3 اسابيع من الايه من الابورشن ده جاي لي بعد اسبوعين من الابورشن تمام جاي بايه بقى؟ جاست ان هي بتشتكي ان هي عندها انوركسيا وريبيتد فوميتنج وفي مايلد ابيجاستريك بين، وان هي لاحظت من يومين ان هي عندها ديكريس في اليورين اوت بوت، ما كانش في اي حاجه ثانيه خالص تمام وليجيوري ما كانش بتشتكي من اي حاجه ثانيه خالص ماشي. في الاكزامينشن بتاعها البيشنت كانت فولي كونشس وكمفورتبل ان بيت، بس البلد بريشر بتاعها كان 160 اوفر 90 والبلس كان نورمال والتمبريتشر بتاعتها كانت كويسه. البيشنت كانت بيل الجي في بي بتاعها كان نورمال، ما كانش فيه لور ليمبي اديما او بافي ايس او اي حاجه ثانيه. الشيست والهارت كانوا كلينيكال فري، الابدومين كان نورمال ريلاكس ومفيش اورجانوميجالي ابارت من ان في بس جاست مايلد ابيجاستريك تندرنس. تمام. يعني هايبرتنسيف. هايبرتنسيف. طيب اتفضل. كان الهيموجلوبين بالسي بي سي بتاعتها الهيموجلوبين بتاعها كان 8 جرام بير دي سي لتر، والام سي في كان 71 والوايت بلد سيل كاونت كان 7.8، البليتلت بتاعتها كان 222. اتعمل لها كان احنا طبعا عملنا بلد جاست بعد لما اتعمل يوريا الكريات، اليوريا بتاعتها كانت 230 مللي جرام بير دي سي لتر، والسيرم كريات بتاعها كان 11.2، وعدناها برده تاني كان نفس القيمه بتاعتها. الاي بي جي بتاعتها البيشنت كانت اسيدوتك، البي جي بتاعها 7.3، سي او كان حوالي 24، البايكارب كان 19، اليورين اناليسيس بتاعها كان في ار بي سيز، كان في وايت بلد سيلز، كان في بروتين بلس 1. ده اللي هي الانيشال انفستيجيشنز اللي اتعملت. احنا عشان خاطر هي جايه عشان في اسيدوزز والكيمستري بتاعتها كانت عاليه قوي، فاحنا عملنا سيشن اوف دايلسيس على اساس ان احنا هنكمل بيت الانفستيجيشنز بتاعتنا بعد كده. تمام. الالترا ساوند بقى عملتيه؟ انا هحكي لحضرتك، هقول لحضرتك على الالترا ساوند. احنا دخلناها وعملنا لها بدانا لها دياليسيس، كنا بدانا المفروض ان احنا من ثاني يوم بدانا نرسم معاها الدور تشارت بتاعتها، كان فعلا اليورين اوت بوت بتاعها كان حوالي 800 سي سي،
الانبوت بتاعها كان حوالي 1800. البيشنت كانت قايله ان هي كانت في خلال الاسبوعين اللي فاتوا دول عملت انفستيجيشن، الدكاتره خلاها عملت انفستيجيشن عشان ريبيتد ابورشن، كانت دي نتائج الانفستيجيشن اللي معاها. السي ام كانت عامله سي ام في وعندي على الانتي فوسفوليبيد والانتي كارديولايبين والتوكسوبلازما، وكانوا كلهم في النورمال ليميتس، ما كانش في اي مشاكل معاهم. احنا بدانا الانفستيجيشنز بتاعتنا هنا عشان خاطر كان فيه عندها بوست سيلز، فاحنا عملنا يورين كلتشر وكان بوزيتيف للايكولاي وسنسيتيف للكينيلونز وسيفوبرازون، احنا كنا اوريدي ابداناهم قبل ما يعني بعد ما عملنا خدنا اليورين كلتشر. السي 3 بتاعها كان لو، السي 4 بتاعها كان على اللور ليميت، والسي 3 بيبقى من 90 ل 120 ملي جرام فهو كان طالع 40 ملي جرام، السي 4 كان 9 واحنا عندنا من 10 ل 40 فهو يعني احنا يعني قلنا ايه يعني اقل من الطبيعي بشويه بسيطه حاجه بسيطه خالص. الاي ان اي بتاعها كان نيجاتيف، السيرولوجي بتاعها والهباتيتس بي والهباتيتس سي والاتش اي في كانوا نيجاتيف. الالترا ساوند بتاعها البوست كيدنيز كان نورمال از ريجارد السايت والسايز، كانوا اوكسجين جريد 1، البيج بريشر ما كانش فيه بلاك بريشر تشينجز، ما كانش فيه ستون، ما كانش فيه اي ميسز، الليفر كان افريج سايز والموت او فاين، ما كانش فيه اي مشاكل فيه، البلدر كانت امتي وما فيش انترا بريتونيال فلويد كولكشن. كنا طبعا عملنا كونسلتيشن للاوبستريك فقالوا ان هو اليوترس بالنسبه لهم كان امبتي يوترس وثين اندوميتريوم، بس شايفين ان في شويه في سام فلويد في الدوغلاس باوتش، وقالوا يعني ممكن ميبي مع الابورشن اللي حصل او شويه انفلاميشن حصل عندها في الفيلبس بعد الابورشن. تمام تمام. هو احنا طبعا برضو حضرتك عملنا لها سيشن ثانيه اوف دايلسيس، بس احنا سكيدجول الفيجنز ان احنا نعملها احنا عملناها رينال بايوبس. البيشنت عملناها كنا طبعا ماشيين على انتي هايبرتنسيف دراجز، وكنا زي ما قلت لحضراتكم بدانا انتي بايوتيك الكينيلونز بعد ما خدنا اليورين كلتشر، واديناها عشان خاطر الانيميا اللي عندها ودكه توقع الانتروفينس اير والاريثروبايوتين، وخدت برضه دايلسيس تاني وعملنا فولو اب للانفستيجيشنز بتاعتها. كانت البلاد يوريا بتاعتها 80 مللي جرام، السيرم كريتين بقى 7.5 حتى على الدايلسيس، السيرم البوم بتاعها كان 2.7 والسي ار بي كان حوالي 12، الكالسيوم 7.7 والفوسفور بتاعها كان 5.5، الاي بي تي اتش بتاعها كان 304 ميكو جرام، الالكالين فوسفاتيز كان 60 انترناشونال يونت. عملنا يورين اناليسيس تاني كان بروتين بلس 2، الار بي سيز كانت برضه زي ما هي 20 30، كانت الروت بس بتاعها كان العدد بتاعها اقل، و24 اور يورينري بروتين كان برضه قليل، كان 500 ملي جرام في اليوم. تمام كده متابعين. طيب عملت فضلت تعملي ده لمده قد ايه؟ احنا لمده يعني حوالي يعني من ساعه ما دخلت لغايه ما عملنا ظبطنا الامور وعملنا دايلس كان حوالي اسبوع كده، يعني حوالي 3 سيشنز قبل ما نعمل الرينال بايوبسيز يوم كسر يوم. هي ما كانش بصراحه في يعني بعد اول مره ما كانش في اسيدوز، كان بيبقى كومبوس اسيدوز بس بتاعتها، بس ستيل برضه الكيمستري كانت بتبقى عاليه، يعني ما بين 11 و7 كان كيمستري يعني 10 9 10 9 في الرينج ده. فاحنا يعني عملنا دايلس بس عشان الكيمستري العاليه، وبصراحه لما شفنا الكالسيوم قليل والفوسفور عالي شويه والبي تي اتش عالي، احنا سسبكت ان ممكن يكون عندها هل ده سي كي تي ام بي تي ولا القيم دي غلط. يعني كنا برضو بما ان السونار مهم فاحنا كنا اساسا يعني سكيتشر البيشنت اللي احنا عملناها لينا البيوبسي، بس كنا بنجهز امورها يعني عملنا سكيتشر عملنا لها لينا البيوبسي، ودي كانت جبت البيوبسي اللي عندنا. زي ما حضراتكم شايفين كده هي معينه فيها في اللي هي الجلوميرولس دي باين فيها كريسنس وفيها كمان النكروزس. البيوبسي دي تقريبا فيها هنا فيها بروفريشن وانفلتريشن للميزانجيم واكسبانشن للميزانجيم بتاعها. لو حضرتك الدكتور حسين ممكن يعمل معانا احسن على الباثولوجي يعني. تمام احنا شايفين البيوبسي كويسه وكريسنت موجوده هي كريسنتك جلوميرولونفرايتس، وكان الريبورت بتاع البيوبسي ان فيها حوالي 60% كريسنتس للواي بتاعتها، ومع انفلتريشن للانترستيشن بصم سيلز يعني انفلاماتري سيلز. فاحنا حضرتك البيشنت كان ده كان الريبورت بتاع البيوبسي ان الموضوع 62 جلوميرولاي، وكان حوالي 50% منهم فيهم هايبر سيلرتي او فيها يعني كريسنس يعني، وفي 35 من الرايكن فيهم نيكروتايزنج كريسنس،
والانفستيشن كان فيه انفستيشن بالفوسيتك سيلز والمايند فايبروسس. فاحنا حضرتك يعني عملنا لها انكم على اساس ان ممكن احنا بندور بقى على سبب الكيس دي، هل ده اوتو اميون، هل بوست انفكشوس. احنا بصراحه يعني مش عارفين لغايه دلوقتي مش عارفين نشخص يعني سبب ايه. لان في كتير انكم بيكون حتى لو نيجاتيف بكتيريات ان والبيشنت وزوت دايلس بعد اخر مره يعني عملنا لها 3 سيشنز وعملنا رينا بايوبسي وزوت بنعمل اي دايلس ثاني كان الكريتين بتاعها وصل 94 جرام. لما ظهر ان تكتب بايوبسي احنا كنا اديناها سونوجرول بس وصل سكرول لمده 3 ايام. الكريتين بتاعها 1.9 دلوقتي يعني دلوقتي سيرين الاوتبوت بتاعها ستيل زي ما هو قليل. فاحنا بالنسبه لي الحاله انا ما اعرفش دي انا اكمل على ستيرويد او اكمل على انسبريشن، هل دي اعتبرها اوتو اميون. احنا بصراحه ما كناش متوقعين طبعا انه يطلع حاجه اكريسنت يعني ممكن نسمرايز الكيس دي ده بعد الابورشن كان باكيوجين فيلير والبوريا وكانت الجنرال كونديشن ستيل دياليسيس. انا مش عارف اليورين كلتشر كان فيه اورجانيزم مش كده، اديته انت انتبيوتكس وبعد البايوبسي اديته بالس ستيرويد وبدا ريسبونس الكريتين نسبه 10 من 10. قبل ما تطلع البايوبسي كانت يعني قبل ما تطلع يعني بعد البايوبسي كانت الكريتين بتاعها 4.5 قبل ما ندي حاجه ما ادناش حاجه. قلت الانكا طلعت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف الاثنين نيجاتيف الانكا سي والانكا بي. ونسبه الكريسنس قد ايه في البايوبسي؟ 50%. طيب انا هسيب يعني الرساله وصلت بتاع الحاله بتاعتك وانا هدي الوقت الليد طبعا الاستاذنا الدكتور اشرف هوده هيبدا يعلق على الحاله دي. السلام عليكم دكتور ولاء. وعليكم السلام، ازي حضرتك اشرف؟ انا مهتم بحضرتك يعني فرصه طيبه ان نتواصل. اي ويل سمرايز كيس ماي امبريشن كيس اوف ذا كارنت ابورشن. We have a case of recurrent abortion and the last abortion was followed by acute kidney injury. For me, recurrent abortion and the last abortion is associated with acute kidney injury. This means that we have an active immunologic process. Normally, during pregnancy, the pregnancy is a state of immunosuppression. So long as we have this abortion and acute kidney injury, so I have an active unusual immunologic process. So we have to investigate for this immunologic process. We have mild proteinuria and nephritic urinary sediment, hypertension, consumed C3, and acute kidney injury, and the biopsy showed necrotizing glomerulonephrites with more than 60% crescent. So we have, we don't have active evidence of infection rather than the E. coli urine culture. And we should know that any type of infection can cause crescent glomerulonephrites. Not only throat infection, but any type of infection can be followed by this. So we have an active acute kidney injury. The biopsy showed necrotizing glomerulonephrites with more than 60%, even more cellular crescent. So I will advise the management pulse steroid. I will think of cyclophosphamide, not only this, but also plasma exchange. And then we can follow the case. Thank you. Thank you. Can she go to the center? طيب ماشي الدكتور اشرف يكمل كلامه خليك معانا. اه
حضرتك احنا يعني حضرتك يعني فور هاو لونج يعني عليها عليك على الدكتور اشرف سايكول البلان اوف مانجمنت. After this pulse steroid, I suggest to give cyclophosphamide pulse, and even I will advise to do plasma exchange. In the presence of necrosis, I will prefer to do plasma exchange. We have a young lady, we have to give her the best chance, so long as there is no contraindication for our plan. It is 1.9 is not a good response. It's not a good response. We can give her the chance of cyclophosphamide, and then we can see if we can add plasma exchange or not. انا طبعا راي الدكتور اشرف راي انا مؤيده تماما. هنسمع الدكتور سمير برضه. الدكتور سمير صلي معانا من الاول. انا بتالي اليو تي اي يا دكتور اشرف دكتور سمير يو تي اي از نوت كونترا انديكيشن ان انا ابقى اجريسيف في سن صغير زي ده. انا خلاص اندر امبريلا اوف انتيبيوتيك اقدر ادي اللي انا عاوز اديه سولونج از العيان موجود في المستشفى. بعمل كالشر بدل البروبر انتيبيوتيك لان ده ممكن يبقى لايف سيفنج للبيشنت دي. وعندنا سبيشال وعندنا كيس مماثله كان في مستشفى الدولي واتاخرنا برضه في التريتمنت تم التاخير في التريتمنت ما خلاص بقت القصه دياليسيس ديبندنت وانتهت القصه. الدكتوره ولاء. الدكتوره ولاء ايوه مع حضرتك. البايوبسي اتعملها ايمين فلوريسنس؟ لا ما صار ما عملناش. لا من فلورسنس انا عشان اقول بوسي اميون كريسنت جلوميرولايتس يبقى لازم اخده نيجاتيف ما عدا الفايبرينوجين والكلام ده. لكن ما بقاش عندي اي جي جي ولا عندي كومبلكس وده بتفرق معايا في القصه. لو انت قلت بوسي اميون جلوميرولايتس انا اغمض عيني على تحليل الانكر لان ممكن يبقى الانكر فريشس او المعمل فيه مشكله او حاجات زي كده ويبقى ده فيتال ديزيز مش هستنى ما يجي لها كمان لانج هيمورج بعد شويه. دكتور سمير اتفضل. دكتور سمير معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاج؟ طبعا انا فاضل دكتور اشرف انا مش سامع حضرتك. لو خرجت السيرم كرياتينين شبه نورمال فدي ممكن يحصل فيه رابيد بروجريشن للديزيز ده على اللونج ران. يعني ممكن تزيد قلب تبقى فايبرس كريسنس وسهل ان العانه دي تدخل في ايه ستيج ليتر اون. فانا رايي ان هي فعلا تاخد بس هو القصه بلازما اكسشينج هتعمل بوت ريجيم. هل بلازما اكسشينج ديلي فور 5 دايز مثلا ولا بلازما اكسشينج هتعمل بالشكل بتاعنا المعتاد اللي هو ديلي فور 5 دايز بعد كده ايه اثر ايه اكس بعد كده. هو الصوت مش واضح يا دكتور سمير. سامع حضرتك كويس. الصوت كده واضح كويس؟ الصوت واضح؟ ايوه يا فندم يعني كده احسن شويه. ماشي كده الصوت واضح؟ اه كده كويس تمام. اه يعني هما النقطتين المهمين في الحاله دي ان فعلا النيو فلوريسنس از مانداتوري فيري فيري امبورتنت. نمبر 2 ان فعلا وجود النكروتايزنج سنس ده بيبقى نسيت ان احنا نبقى مور اجريسيف في التريتمنت. وانا اعتقد ان بلازما اكسشينج كان اد مانجمنت فور ذيس كيس. في سؤال لك يا دكتور ولاء. السؤال البايوبسي اتعملت بعد قد ايه بالظبط والنتيجه بتاعتها وصلتك بعد قد ايه بالظبط؟ لان انا عاوز اوصل لزمايلنا اللي قاعدين معانا. احنا معانا مجموعه من الناس المحترمين معانا عدد كبير من الدكاتره الزماله وزمايلنا الزائرين. غلطه قاتله ان انا اسيب العيانه فتره طويله انستتيوشن زي ده واقعد اسبوعين ثلاثه على ما البايوبسي تطلع بيبقى خلاص فات الميعاد. فالمفروض البايوبسي بيتعمل ايميديت النتيجه بتطلع بعد 24 ساعه. بتقول ايه؟ لا حضرتك هي البايوبسي اتعملت بعد اسبوع. هي البايوبسي اتعملت بعد اسبوع من الادميشن بتاعها وطلعت بعد يعني بيوم بعدها بيومين
حاجه مستعجله معانا بنطلبها عاجل. اذا كانت النتيجه معاكي بعدها بيومين فده اكسبتد يعني في ظروفنا ده زي الفل يعني ماشي الحال. لكن لا انا بتبلغ، لا انا حتى لما بتكون حاجه ايرجنت بتبلغ بيها تليفونيا وبعد كده ببقى استلم. كويس قوي. وانا عاوز الرساله تبقى واصله يعني انت ماشيه صح. انا عاوز الرساله تبقى واصله للناس كلها زمايلنا اللي معانا هنا. انا بعمل بايوبسي ما بستناش عليها والعيان ياخد ميعاد ويروح وتبقى هي انيوريك ويبقى كلام تهريج يعني ها. فلازم نعمل البايوبسي ميديا ويبقى قلبنا وكلنا ويبقى في ديالوج مع الباثولوجيست. حتى لو انا بعملها الباثولوجي مش متاح في المستشفى لازم يبقى في دايركت كول مع اللي بيقرا نقول له الحاله ديت مستعجلين عليها ولايف ثريتنينج وكلام زي كده. فبالتالي يبقى في بوزيتيف فيدباك مع الباثولوجي. اي حد من اللي معانا على الاونلاين يحب يسال اللي عاوز يسال يرفع ايده. انا بتقل في السيشن ده دكتور سمير الواحد هيبقى في صف السكر في الصمايد الاول وخاصه ان بدا يبقى في ريسبونس وما عنديش الانكا نيجاتيف ما عنديش بارنوري سيمتومز. يعني انا كنت ميال اكتر ابدا الصمايد علشان اعالج اللي هو الانفلاميشن والاميونيتي رادر ذان اكسشينج. دكتور اشرف يعني البريوريتي عشان ابقى فاهم بس البريوريتي الكورتيكوستيرويد والسيكلوسفامايد ويجي في السكند لاين البلازما اكسشينج. البلازما اكسشينج بتتقدم في المقدمه تماما لو عندي بقى ايه بارنوري هيمورج او كلام زي كده ساعتها تيجي رقم واحد مع بعض ومع الكوكتيل بتاع الاميون سبريشن ده. ممكن الكوكتيل يبقى يدخل معانا كالترنيتيف لو احنا اغنياء وعندنا. اتفضل يا باشا. معانا اسئله من هنا اهو يا دكتور علاء خليكي معايا. مين ايه؟ مش سامع. لا ما انا هقول لك يا دكتور علاء هو بيسال وانا هقول لك. يعني هل انا لو لقيت الكالسيوم قليل والسور عالي معناها ده كرونيك الخدمه كده ده ممكن. السؤال اللي جانا هنا من الزملاء الوقت الكالسيوم قليل والسور عالي والبي اتش عالي فهل دي حاله كرونيك كدني ديزيز في المقام الاول وده كوت الطب في كرونيك ولا لا؟ الدكتور صبحي هيجاوب على بتيجي من التشو بايوبسي بيلاقى ان انا شايف ان الانترستيشيوم ما فيش انترستيشيوم فايبروز مش تبقى اتروفي وبرده الارتيريال والارتيريولار تشينجز معناها ان وي ار ديلينج وذ بيور اكيوت كونديشن. ما فيش حاجه بتقول ان كان في هيستوري اوف كرونيك. دي حبيت حاجه لسه ما اعرفهاش عشان الفكره ما تهربش مني. فانا مع دكتور اشرف حكيت انه في اوبتيمال اجريشن بلس استرويد لان اتس بيور اكيوتيشن نمبر واحد. ثاني حاجه اذا خلينا نقول ان التيشو ايفيدنس اقوى من الكلام تمام؟ نمبر اثنين ان غياب اي كرونيسيتي ويونج ايج وكريسنت والنيكروزس ده لازم ابقى بلس استرويد بلس انسان فلازم تشنج مهم قد ايه ما فيش ريجيمين ما فيش كنترول ترايل بدون ادي 10 سيشن حسب الامكانيات المتاحه والماركر اوف اكيوت انفلاميشن ما فيش المهم في نقطه مهمه هنا قالها الدكتور حسين هو بدايه العلاج كل ما تاخر كل ما فيه تشب اناصر تحسن 1.9 ده مش جارانتي ان من الحيث هنا ان ممكن تقلب الاكيوت اللي هي سكتوت كرونيك. بدري وابقى اجريسيف وكونتينيوسلي دايس على النواشه بتاعت العلاج بتاعه. دي نقطه من الصبور الاندوكسان هنا كل النيكروزس از نمبر 1 تمام. سام تايمز احنا بالسيناريو ده كملت ان هي مش اكيوت بريجنس ريليتد
خامت ان هي اكيوت كيك ان لان جيت اكتف يورين سيرمنت وخدت عينه بعتها البايوبسي الباثولوجي كده بقى عشان النتيجه تبان وانا اعتقد زي الريجكشن كنت بتتاخر يوم كل ما استعاده بيشرب تنقص منك بعد ما 100% بقى 90 بقى 80 بقى 70 حتى لو ابتديت في اجريسف تريت هنا انا بتصور ان انت خدت سيرمنت عينه مش هسكتها اكيوت انا في استرويد وما بقدرش تيجي اقدم اندوكسان هم الدستروي والحقها بقى الاندوكسان لما انتقى الكلام ده رايح النقطه الثانيه اللي في الاستريوت ان هي كانت الجوريا يعني لوجا انيوريا هيتم بتجيب بول كويس يعني الكلينيكال ماشي مع الابر ساوند ابر سايت كيدنس شود بي ريسبكتد acute or chronic. Otherwise, we can do routine to differentiate between acute and chronic kidney disease. Ignore with high BTH. Then we have tissue diagnosis. تحط كفتين لزام وكل نقاط تحط هنا والاخر تقول لي انا اعتقد كان اعتقد بتقل ميزان انما الديفينتيف دايجنوز دايز ولا على حسب الريجيمين في ناس بتدي مثلا 3 جرام كل يوم لمده ايام احنا هنا مثلا بندي نص جرام 5 ايام بعد كده تعمل اورال انا مش وهدي اورال هاي دوز استرويد 60 بس 80 ملي جرام وهكمل بعد كده مع سايكروفوسفامايد طبعا الحاجه الثانيه تاكيدا لكلام الاستاذ دكتور اشرف بالنسبه للبيتا اتش ما بفرقش اكوت وكرونيك في مقالات كتير على الكلام ده وفي مقالات على الاف جي اف 23 كبيولوجيكال ماركر للبروجنوزس في الاكوت رينال فيلير فبالتالي ما ايه ما اخدش ديت واسيب واحده يونج ايج قبل السايز كيدنيز وجاب اوليجوريا واقول ده كرونيك علشان الكالسيوم بتاع انا هتعامل مع البروفايل بتاعها وبعد كده إيه اشوف الريسبونس اتفضل عاوز تسال من دكتور بلال هنا هو دكتور اشرف وضح الدكتوره ولاء معايا دكتوره ولاء ورد على الحته دي في التصور يعني دكتوره ولاء معايا معايا معاكي يا فندم طيب مع حضرتك احنا بس ما بنناقش وانا سمرايز المناقشه اللي قاله الدكتور الاساتذه هنا يعني في تصوري يعني عشان اسمرايز يا جماعه اللي معايا على الاونلاين كلهم هاي الاساتذه كلهم بالاجماع ومتفقين يعني ما فيش اي ديبيت الحاله ديت يونج ايج فيميل
Rapid progressive glomerulonephritis, nephritic syndrome, acutinal failure, biopsy decommitted, recent glomerulonephritis وفيها necrosis, الريسبكتيف الانكل اللي موجود. هنخش اجريسيف الفيرست لاين اوف تريتمنت هو البلس ستيرويد، يليه طبعا بنكمل هاي اورال ستيرويد بلس سايكلوفوسفامايد، ده في الفرونت او ده في المقدمه. اذا ما كانش في ريسبونس او اذا كومبليكيتد بفيروس ثانيه زي برمونري وكلام زي كده بلازما كده، نفكر نعمل بلازما ولا لا؟ اعتقد كسكند لاين معانا لو ما فيش ريسبونس. البروجنوزس زي ما الاستاذ دكتور صبح قال ما هوش برايت قوي، نسبه من الجلوميرولاي فاكر سنس، لكن ده اللي في ايدينا في 1 ايام جهيد، ان احنا لو حتى حصلنا على ريسبونس 50% يعتبر ريسبونس كويس. مخشتين كده برضو مخشتين في التشو بايبس بتاعتنا هنا في تيبرال انجري، في مادر تيبرال انجري، وده ممكن يفسر انه احنا لاكي اند ذير ويل بي ريسبونس ريجاردنج ذا جلوميرول باثولوجي ويل ريسبوند تو ذيس اجريسيف تريتمنت. ممكن رغم ذلك الريكفري يبقى ديلي بسبب وجود تيبرال باثولوجي الموجود بعيدين. واحد نمبر اثنين، انا اعتقد الديلي اوف تريتمنت از باد ماشي، بس في سمثينج ويتش از باد از ديلي ويتش از اجريسيف دايلس. When you are doing dialysis for this case, take care this kidney is pathologic, acute pathologic, acute kidney injury. Avoid aggressive ultrafiltration. ده مهم جدا. نمرة اثنين، أنا عاوز أعرف السيرم ألبومين قد إيه. لو عندك هايبوألبومينيميا وده بوسيبل، عينة زي كده، ده هي أجريفيت الريسك بتاعة الألتفلتريشن. فلازم لو السيرم ألبومين واطي وما نستهنش بالستوري بتاع الدايلس معانا دي، ممكن انت تريد صح دكتور ولا لا؟ يا فندم كام؟ 2.9 او 2.8 كان قليل قوي. اول ولا في الاخر ولا بعد والوقت لما جت دلوقتي انا ما شفتش الريسك عشان كويس. لا برضه ستيك زي يعني قليل من 1000 سي سي عملنا 800 ما بين 1000 بعد المره دي يعني بعد البيوبسي والتريتمنت. لا معلش هي النهارده يعني هي النهارده بتعمل تحاليل جديده. الهيموجلوبين بتاعها كام؟ كان 8.9 لما دخلت. 8.9 ان انا اقصده ان الهايبو البيولينيا ايفن لو انت بتعمل بسيط هيبقى الايفكت اجريفيتد، ان احنا عارفين السيرم البوم مهم تو مينتين ارينا هيمو دايناميك. فيمكن مع درس او ديت البوم تحس ترفع الالبوم عند الثلاثه فده unnecessary ultrafiltration ده مهم جدا جدا زي اهميه ان نبتدي بدري في انا بتهيألي الحاله ديت يا دكتوره ولاء ليك اي سؤال؟ انا بتهيألي ان انتوا عاملين شغل كويس، اللي الشغل انت عملته شغل ممتاز وبتكملي اللاين. نعم احنا كده ده نديها جرعه سايكلوفوسفامايد ونطلب نعمل العينه ايه والبوستابون شويه البلازما اكستشينج الى نزله الاميون يعني. تمام وطبعا مع الفولو اب يعني انت كيبنج هاي سايكلوفوسفامايد بالو بريكوشنز مع الكرياتينين ده هتدي موديفايد دوز ولا هتدي قد ايه، شوف البروتوكول اللي هتمشي عليه ونتابع يعني. طبعا انت لو قلت لي عندنا ريتوكسيماب عاوز ادي ريتوكسيماب برضه موافق عليه، لكن مين اللي هيجيب ريتوكسيماب بالجرعات بتاعته بالبروتوكول بتاعه هيبقى انا بتهيألي الحاله دي كفايه عليها كده. الحاله الثانيه يا دكتوره ولاء اتفضلي. دي حضرتك الحاله الثانيه 29 years old female patient، هي جت في الاوت بيشنت كلينيك بالروتين انفستيجيشن، ان هي عامله روتين انفستيجيشن عندها رينال امبيرمنت. حكايتها بدات ان هي بتقول ان هي ليها 7 سنين هي اكسيدنتال ديسكفرد ان هي عندها بروتينوريا وكشفت انيوير يعني وجاست اللي شافها جاست ادها ستيرويد. خلينا نتكلم بس باللغه اللي هي البروفيشنال اللي احنا متعودين عليها، يعني ده كرونيك كيدني ديزيز ببروتينوريا بقى لها 7 سنين كان بتعمل مع نيفرولوجيست ولا جاي بعد ما كان بتعمل مع ناس تانيين؟ لا تمام مش بتتابع مع
مش متابع مع نفرولوجي، متابع عند دكاتره بره. كان جاست ان هو بريسكرايب هير ستيرويد ميديكالي، بس هي ما كانتش بتاخده بانتظام. يعني هي لما بتحس نفسها عندها رجليها ورمه وشها وارم تمشي شويه على التريتمنت وبعد كده توقفه وهكذا، يعني باي هير سيلف يعني. اللي جابها عندها مهم، لان الحاله ديت شكلها يعني، انا طبعا الاساتذه هيعلقوا بعد ما تقولي، بس الكلام ده مش مظبوط خالص. ما يكون عندي رينال ديسفانكشن بروتونوريا، والناس بتدي هيكتك وزاد دياجنوز وزاد كليان وزاد بتاعتك، كلام مش كويس. تمام تمام. هي كانت جايه عشان هي قبل ما تجي لنا باسبوع كانت عندها جرعه اكيوت برونكايتس، كان في كاف اكسبكتوريشن ويزز وتشخص ان هي اكيوت برونكايتس. وبعد كده الدكتور راح عمل لها انفستيجيشنز فاهن هي عندها رينال امبيرمنت. فجت لنا العيال، لما جت لنا هي كان الاكسبكتيشن بتاعها كان بالشكل ده. هي مش هايبرتنسيف ومش دايابيتك، البلد بريشر بتاعها كان 120/80، البلس بتاعها نورمال والتمبريتشر بتاعتها نورمال، كان فيها بافي ايز، ما كانش فيه بالور، فيها مايلد لور لمب اديما، الشيست والهارت كانوا كلينيكال فري، والابدومينال اكزاميشن برده كان لاكس وما فيش اورجانو ميجالي وما كانش فيه شيفتنج بالانس. تمام. هي اللي كانت جايه لنا بالتحليل من بره كانت جايه لنا بس جاست بالسيرم كرياتين بتاعها كان اللي هو 2.5 دي 2.2 والابدومين 3. دي بقى الانفستيجيشنز اللي احنا عملناها عندنا في المستشفى. اليورين اناليسيس بتاعها كان البروتين بلس 2 واذروايز كان نورمال، ما كانش في حاجه ثانيه. تقريبا 2 جرام. حوالي 2 جرام في البير داي. اليوريا بتاعتها كانت 85، السيرم كرياتين 2.1. قاريين الحاجات اللي موجوده على الـ على الـ على السلايد. كرياتين 2.2 والبومينو والبروتينوريا 2 جرام، ماشي. ومايلد هايبو البومينيميا، وباقي اذروايز السي 3 والسي 4 والسي بي سي بتاعتها كانت كويسه، والسيرولوجي والفيرولوجي بتاعها برده كان كويس، وما كانش وابدومينال الترا ساوند بتاعها كان نورمال سايت وسايز والايكوجينيستي. فاحنا قلنا خلاص البيشنت فور رينال بايوبس، احنا مش هنكمل طبعا على ايمين توبريشن، احنا مش عارفين النتيجه بتاعتها ايه يعني. اوكي، عملتوا رينال بايوبس. عملنا لينا البيوبسي وطلعت من برينوس، جست بس من برينوس، ما كانش فيها اي حاجه ثانيه خالص. يعني بالنسبه لنا ما كانش الدم مش مفصل ليه هي عندها لينا امبيد. التيوبولز كانت كويسه، جست ان في سيكمنت في البيزمنت برين، احنا كنا صبغناها برده بالاميون، كانت بلاد بوزيتيف. تمام. انت عملته كمان انتي بلاد تيشو بوزيتيف اهو. صبغناها اميون عشان قلنا عشان بس. لا بصراحه في السيرم طلع فيري اكسبنسيف يعني، فعملناها على الاميون. نعم، في داتا ثانيه تقدميها بس احنا دي احنا هي المشاكل بالنسبه لنا مع العيانه دي. اول حاجه ان خلاص انا وصلت الرساله يا دكتوره. انا الحاله ديت ست عندها كام سنه؟ 29 وعندها هيستوري بروتونوريا بقى لها 7 سنين، وجايه الوقت بافريج سايز كيدنز بالالترا ساوند كرياتين 2.2 وصاب نيفروتيك بروتونوريا، لكن القلبه من 3 والبايوبس ميمبرنس ومفيش كورونيستي. مفيش كورونيستي. اسمع دكتور اشرف لانه انترستد بالميمبرنس، ارجع لها بس ارجعي البايوبس كده ثاني يا ترى. لا ارجع البايوبس ثاني، سيبيها بس فيكس الكتابه التقرير بتاعها. التقرير؟ سيب التقرير. سيبيه بس الدكتور محمد ببص عليه، الدكتور صالح ببص عليه. هي كلينيكال يا دكتور ولا هايبرتنسيف ولا حاجه؟ لا ما بتاخدش ولا عرض ولا كلام من ده؟ لا ما بتاخدش اس ولا عرض. وانا لما لقيتها عندها رينال امبيرمنت برضه احنا خوفنا من طفاء الاس والار. انا بس سؤالي واضح، ما مش ماشي على اي دواء خالص. لا 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 من الاول مش ماشي عليه. لا تمام. طبعا السلام عليكم. بص على حاله ميمبرنس من يعني من بعيد. We have young lady برضو جايبان لك النهاردة كله young lady. للأسف. We have proteinuria 7 years back. We don't have details about the clinical situation at that time. But someone prescribed the steroid and the patient was non-compliant on treatment. And then, okay, لو أنا
عندي حتى ريبورت سيندروم. We can give according to the guidelines يعني اللي انا احيانا ما ببقاش مقتنع بيها قوي ان احنا بنقول try conservative treatment and we can wait for 6 months and wait and see. خلينا نتكلم بقى في السيتويشن ده. الكرياتينين اللي عالي ده مشكله. لا بس الكرياتينين ده انما على السيتويشن دلوقتي we have non-nephrotic range proteinuria in this non-nephrotic range but we have hypoanemia and we have high serum creatinine which is 0.2.2 and we have a good renal tissue in spite of this creatinine 2.2 and even my opinion there is no histopathologic explanation of this high serum creatinine. In this situation, I will give immunosuppressive treatment because we have a kidney injury, recoverable kidney injury. I will give, as usual, we have idiopathic membranous, so I will give a steroid and we will have another adjuvant treatment and I will not give an immune drug. I will not give because this will be attended by complications and we will not follow medications even if according to the guideline we can give vaccine inhibitor as long as the GFR is more than 45. I think this GFR is less than this, so calcineurin inhibitor is not recommended. We will think about cyclophosphamide or MMF. My opinion sometimes I am against cyclophosphamide because it is usually attended by complications, especially in the low socioeconomic standard. So I am preferring MMF and we will follow and we will give chance for this MMF for 4 months and to show the response. The response here is not just proteinuria, but according to the serum creatinine. Favorable items for this lady, she is normotensive. So we are hoping that we can improve her renal status. Problem in the maintenance of all her 7 years, الكريات بتاعها مقفول بس الهيستوباثولوجي ما فيش اي كوريستي موجوده في ال كده فالعيال بتتعب بيقول زياده في الكريات ده كله كده بتلايز في الوزن شوت بيبو. فانا تصوري انها ممكن تاخد فول دوز سترويد واذا كان النون كومبلاينس بتاعها من السايد افكتس على السترويد الافكتس ما ممكن تتحط مع فول دوز حاجه زي ماكروليتيس. انما انا بتكلم بالنسبه للسترويد لو هي كانت نون كومبلاينت للسترويد نتيجه السايد افكتس ممكن يبقى موديفايد دوز من السترويد مع الفيكس ماب لحل مشكله النون كومبلاينت بتاع السترويد. انا خارج سبع سنين كنت احب اشوف دي ممبرنس ماشي. طبعا في كونتراديكشن بين هيستوري طويل تقريبا 7 سنين بيقولي وكرياتين كان هاي ونون كومبلاينت ماشي والبايوبسي اللي هي كويسه دي. بس كان نفسي اشوف هاي باور سكشن كده واشوف السبايك واشوف ان هي ممبرنس عشان قلبي مطمن قوي. دي نمره واحد. نمره اثنين قصه الانفس ولا بيز معلش هاي باور ايه ده؟ نعم هاي باور ايه ما سمعنيش هاي باور اشوف البيزن برين سكند والسبايك عيني كده تتغسل وانا بشوف ايه ان دي ممبرنس فعلا واحد الثاني خطيره ومهمه جدا جدا في التيشو. ساعات التيشو بيبقى فيه فولس بوزيتيف وفي فولس نيجاتيف. انا بعمل انفشن بيز في دماغي ان انا يمكن ادي التبسمات يبقى فيري اكسبنسيف تريتمنت فلازم ايدي تبقى قويه. فكنت احب ان فعلا اعمل سيرم صحه تيشو مختلف عن السيرم بس برضه
who is handling in biopsy immunostaining. انا موجود ده لو السيره انت سيره انت عارفه مش عندي مضروبه يعني الهاندلنج هنا الامكانيات بتاعتنا مش زي اللي عامل ليتريتشر في كين انترناشونال فلازم ما دام هاخد ديسيجن يكون اخد ديسيجن بتكسيمات انا عاوز يعني الايزا سيرم مع التيشو عن التيشو اهم بس بخاف من البونس بوزيتيف عندي انت بس هو بس ايه المشكله بتاعت الممبرنس زي ما احنا متفقين زي الدكتور ما اشرف قال استرويد الون از نوت تريتمنت لازم تدي معايا كانسينورين يا ام ام اف انتي برونكتيف ام ام اف او اندوكسين او سيتروما كانسينورين سفار ان الكرياتينين هاي اتردد من دي طبعا especially ان البروتينور نوت از هيفي سام تايمز الكرياتين ممكن يبقى هاي شويه انما عندي 12 جرام 14 جرام بروتينوريا ممكن الكريشن كده اخش في 29 مرتين كالسينورين جوز حطها بعيد شويه انا قصدي ماهوش رام ان البروتينور نوت ذات هيفي نمبر واحد وكريتين هاي اذا الاتجاه كلها تبقى استرويد و ام ام اف دكتور اشرف قال او اندوكسان يمكن الايكونوميك ستيتس يا دكتور اشرف تجبرنا الاندوكسان بالذات ان في سترونج ايفيدنس سواء البونتشيلي او انك تديه بالطريقه العاديه بتاعتنا سته بالس اندوكسان وبعد كده تحط على المينتننس هذا. المهم الحاله دي المغري فيها حكايه الانفوسفولابيز لو طلع بوزيتيف في السيرم هينط على طول قدامي الريتكسيماب. مشكله الريتكسيماب ان لما الكرياتين يبقى هاي يكون الريسبونس ليه بيبقى اقل عيان زي كده. انا برضه بغرف الريتكسيماب هنا ان في ناس ريبورتد ممكن 1 دوز يعني مش او تاخد ستاندرد بدي 3 جرعات ان في ناس قالوا اي جيف 1 دوز انا اكشلي مي ماي سيلف اي هاف 1 بيشنت اي جيف هيم جاست 1 دوز ريتكسيماب اند ديو تو اوتونوميك ريزون هي كانوت جيف 3 دوز او 4 اند هي ريسبوند الريتكسيماب هنا مغري ان عينه نون كومبلاي فالعلاج الاول كده كويس قوي بس اجانس زي ما اتفقنا ايه الكوست والكرياتينين هو 2 طب لو كده في ارض الواقع بقى انا هعمل ايه في عيانه دي؟ انا زي ما الدكتور اشرف قال هدي سترويد واحد ولو هي ايكونوميك كان افورد هدي ام ام اف ام شي كانوت افورد اخش بالاندوكسان بس طيب حضرتك استاذ حضرتك الدكتور محمد محمد رولا معاك هو حضرتك احنا فعلا حضرتك دكتوره علاء بتقول ايه احنا فعلا كنا قلنا هنديها اندوكسين يعني قلنا احنا مش كاننا هتعامل معاها ندي عشان على البونتشيلي ريجمنت بس كانت مشكلتنا ان احنا قبل ما تكملي كلامك انت حاطه ثلاث اسئله السؤال الاولاني الممبرنس هنا احطه في هاي ريسك ايوه رغم الدكتور اشرف قالها بس قالها باختصار الكرياتين ال2 و2 ده مش بقى ال 30 ولا مش 30 ده احنا ما بنتعاملش مع كرونيك هنا فالكرياتين العالي هنا مش هقول انا عاوز 10 جرام بروتين ولا 8 جرام بروتين علشان ابدا اتحرك فانا هنا هبدا التريتمنت يمكن انا برضه ميال نفس راي الطب ان انا عاوز اشوف البلازما انتي بلار يعني البلازما انتي بلار هي اللي بتعكس الاكتيفيتي اوف ذا ديزيز انا كده كده الكرياتين 2 خلاص هو اكتيف ديزيز ما دام ما عنديش كورونيسيتي في البيوبسي فهبدا تريتمنت. الساكروفوسفامايد ماشي لا رغم انها تجربتنا معاه يمكن انا برضو بوافق الدكتور اشرف ساعات تجربه الاندوكسان ده تجربه مش كويسه ولما تسال بونتشيلي نفسه انت ليه عملت البونتشيلي بروتوكول شهر بعد شهر بالتناوب بالكورتيزون والكلام ده قال والله انا خفت بالاوفر ايمون سبريشن فجت معايا كده الراجل نفسه الكبير اللي هو بونتشيلي. انا لو في فلوس لو في فلوس هتبنى راي الدكتور سمير ودي الريتوكسيماب فول دوز وبس طبعا هنا ايه الفلوس بس هي تبقى عامل لان الام ام اف برضه الافكت بتاعه مش حلو قوي في الممبر بس لكن اللي ما فيش فيه جدال مش الاسترويد مونوثيرابي لازم استرويد مع حاجه انت اديته اندوكسان ماشي نشوف الريسبونس هتمشي ازاي نشوف الكرياتينين ويا ريت نعرف بتاع العيان ده ايه انت اديتي ايه بقى دكتور علاء احنا حضرتك ادينا احنا عندنا اندوكسين بس اي في احنا ما فيش اورال اندوكسين
بس ما هو كان معنى كده يا دكتور. هو انا قلت لك عشان اديها اقول لنفسه لبونتشيل نفسه ما هوش قران. بقيت الشهر اسيبها مش بقيت الشهر اسيبها بس اجست على الستيرويد يعني كان هي كده سايكلوفوسامات في المنصوره واللي موجود اي في وانا سيد البنت دي نون كومبلاينت حتى لو مش متاكد يعني القصه دي اتقتلت في الفاسكولايتس اورال اي في يمشوا الاثنين بس البارح ده موجود ما غلطتيش يعني بغض النظر بقى بونتشيل اللي كان كاتبه اورال ولا مش اورال احنا بندي موديفايد تقول يا باشا تمام هو حضرتك استاذ حضرتك استاذ حسين هو حضرتك الدكتور سمير بيسالك الاوبستاتيك هيستوري يعني دي متجوزه حصل كم حمله قبل كده ولا مش متجوزه هي لا هي اتجوزت واتطلقت اتطلقت معاطف احنا عرضنا عليها الدكتور سمير بيسالك ليه علشان ريبيت الكورسز من السكن انا اعتقد الدكتور سمير ان لا احنا قلنا لا انا قلت لها لا احنا نبهنا عليها قلنا السايكلوفوسامين ضعيف اصلا يعني احنا بندي 100 ملي جرام كل اسبوعين ولا بتاع 6 جرام التوتال 3 جرام اللي هو زي بتاع الاورولوبس كده انا ما بيشكلش مشكله كبيره قوي على الانفكتيل الاورطار ممكن بس كورس كده بتاع 19 سنه بقى ايوه 19 سنه مع الورس الابس عاوز تتجوز ما طبعا مش عندي ريبيتد نعم بس خلينا نقول كان الكونكلوجن بتاعهم بيقولوا ان الام ام اف از ايكويبوتنت تو سايكلوفوسامايد يعني ماهوش بوتنت وفي رايي لما كنت انت في كريتيكال باثولوجي يعني بجد يعني كان هدي سايكلوفوسامايد مش هدي ام ام اف باثولوجي يسمح بان انا يعني نمشيت مع الحاله واكونوميكال اوكي وكانت عندها بروكاتس قريب خايف من النمونيا زي ما بنقول ممكن ادي ام ام اف انما لو جيت اقول بوتنسي ساتش مود از مور بوتنت واحد بالنسبه لدكتور سمير يعني بيقول لي ست ديفورس بس عاوز تتجوز خايف من السايكلوسامايد دكتور سمير بيقول احنا بندي دوز صغيره دونت هاف نو جونادر وعندنا عينين جوت بريكت هو بياخد السايكلوسامايد انه برضه لازم اعتبرها ريسك بدون شك فعندك الجونادو تركين انالوج بس هتاخد قدامك الافيلابيلتي والكوست بتاعه فاحنا بندي الجرعه بتاعتنا بتاعت الاندوكسان وبنقول ان هي بعيد فار فروم جونادا توكسيستي انت سالت سؤال بتاع السايكلوسبور باذن احنا متفقين ان هو ستيرويد وام ام اف او سايكلوسامايد تمام سايكلوسامايد اورال ولا انجكشن that you can get the target by a lower net dose of cyclosporine and now if you want to get it by oral. هل السايكلوسبورين له رول هنا؟ في الحالة دي له لأن عندك كرياتينين هاي واحد نمت اثنين البروتينوري is not very heavy. خلينا نقول إن الستاندرد إدوكيشن بقول so far إن كرياتين عالي مش هدي أو هايبرتنشن مش هدي كالسيدورين هدي ام ام اف أو سايكلوسامايد انما بقى في حالات بعيد عن الادوكيشن والفورماليتي لو جاء عيان كرياتين 2 و2 واديني 14 جرام بروسيدوريا ساعتها هعمل يعني هدي الستاندرد تريتمنت وسترويد او ستروس وببتدي اخش على الكيس فيري سمول بسرعه 15 ملي جرام سايكلوسبورين مش حاجه اروح داخل 25 مش حاجه يعني جرادوال بقى دوز عشان استفاد من انتي نيوريك افكت بتاعه احنا عارفين ان السمايل له افكت على البودوسايت احنا عارفين الكرياتينين اي زياده في الكرياتين بتنسحب الكرياتين ده اسمح لي ممكن ساعات ادي تريبل عشان نبقى عارفين دي النقطه بتاعتي طبعا ما دام هتخش تعمل التيست ده لو بتدي
ارفع دورتك طبعا عشان ما تزودش الاحتماليه بتاعتك. لو بتدي اس ار تشين اس او ار ما فيش داعي ان انت ساتسبورين عيانك كده هو بياخد اس او ار. بس انا بحاول دلوقتي بعد ما اخد الاس ار نسمع الدكتور سمير معانا النهارده. دكتور سمير ما عادش بيهمه الفلوس. حكومه قويه وحاجات زي كده. وجهه نظري. انا معاها. الريتوكسيماب الريتوكسيماب شود جيفن فور ريفراكتوري كيسز. نيفروتك سندروم، لوبس، واتس ايفر. ريفراكتوري كيسز. موست اوف ريتشرز. We don't have long-term study according to the outcome of these patients. We don't have. We don't have. Just 1 year, several months like this. And we don't have a specific regimen for giving rituximab. Some give every month, some give every week, some give every 2 weeks, and so on. So I could give, I can give rituximab in the refractory case. يعني احنا لابدنا نحترم الايكونوميك لان البرايس ده 1 دولار في التشويس اوف مانجمنت. يبقى انا هكمل بس انا علشان البوست وده طبق الواقع زي ما الناس بتقول يعني طبق الواقع حتى ما اجيب منين يعني مثلا انا قاري مقاله منشوره في نيو انجلاند 2 يوليو 2017 عن efficacy of rituximab versus cyclosporine. وده عامل ده جامد جدا لانه بس كانوا بيدوا رituximab 1 جرام 4 جرعات بعدين يبص على العين بعد 6 شهور لو ما فيش فيه ريميشن كويس يعيد تاني يبقى انا هدي الجرعه دي ومطلع لهم في الاخر او في الاول الناس ادوا 1 دوز وادت ريسبونس كويس. ام ادريتوكسيماب في زي ما الدكتور اشهر في انديكيشن منها العيان اللي هو ماشي السيناريو بتاعه صعب يعني لا في عندك عيان انا في عيانين اديته بقى له مده طويله بياخد استرويد وكل ما احاول ان اسحب استرويد كل ما احاول اسحب ويحصل ريلاكس وماشي مده طويله استرويد واكني وسترايا اوبيزيتي سام تايمز يو جيف ريتوكسيماب نوت اونلي تو جيت ريميشن في الاكيوت سيتنج زي بتاعنا ده لا انت برضه ممكن عيان عاوز بي ايبل تو ويزدرو الايمين سبريسيف دراجز تدي ريتوكسيماب وتقول عيان انت بتاخد تريبل مثلا هديك ريتوكسيماب هنسحب في الوقت احنا هنتابع البروتينوريا لا البروتينوريا اختفت او اذا كان هو بروتينوريا فري وانا بديه عشان اقدر اسحب اوكي بدي ريتوكسيماب وممكن انت تشوف هنا انت بس ايه تو في السيرم هتلاقي ساعات بنعمل سي دي 420 او سي دي 490 وتلقاها سي دي 490 وهي كريزي. هنا بقى تبتدي تسالنا عن الايمون سبريشن بتاعك. طب ياخد مثلا استرويد سايتوسبور ام اف تبتدي تسحب ايه انت خايف منه. مثلا الاسترويد هو بعتله نسحب الاسترويد نجحت في سحب الاسترويد ابتدي اوحش منه بعد كده ايه اسحب ام اف يعني جراح كنترول وعين عن دكتوري ماشي. فاقصد الاي في سايتوسامات الاي في سايتوسامات فيه تو بروتوكولز في البروتوكول ان هو ستاندرد من 10 ان هو كل شهر تدي دوز 10 15 ملي جرام بير كي جي بس ال 15 دي في بدايه تجربتنا ويمكن ده الشيء دكتور اشرف قاله زمان كنا بنديك ال 15 كام عام دايب منها مينيمالي صح عشان كده تلاقينا ايه اكشوال في الريال لايف ما بنديش 15 بندي 10 اللي هي الدوز اللي هتديها كل شهر 6 جرعات او انك بتدي باي ويكلي دوز 500 ملي جرام فيكس الدوز كده بس ويز نورمال كده خالص مع كل ما الكرياتين فشل بتنقص تنقص الدوز بتاعت السكر. معلش برضه مبسوط جدا ان انا سمعت دكتور محمد الكلام ده. احنا بندي الناس بتاخد ايميونو سبريشن we have myocardial complication so I'm in but here we are discussing to give rituximab in the start.
في ناس بتدي from the start، الناس اللي عندها الرفاهيه ده دكتور سمير. او نون كومبلاينت يا دكتور سمير بس. لا ما احنا وي دونت نو وي شود يعني دي برضو قصة مهمة، مش ان انا هقول نون كومبلاينت وي دونت نو يعني ايه ايتروجينيك كوزميتيك كومبليكيشن اوف ستيرويد. او بنشوف الليدي يا دكتور محمد بتبقى عايشه وسط اسره جوزها. طب الوقت في نوت ريفيوزنج هيبي هندس كروسوميد على 500 كل اسبوعين كورتيزون معاها. هنبدا بايه؟ بفول دوز مش كده اورام؟ هنشوف بقى يعني سترونج ذير از نو الستيرويد توكسيستي. اي ويل جيف 40 ملي جرام ستيرويد فور 1 مانث تو تيبر. يمكن دكتور سمير شاف عنده في سمان فقيه، وانا لما كنت بروح لكم سكن فيصل كنت بشوف في اورجانيزيشن جنبك كنفرولوجي السوشيال وركر، اللي هو انت اللي احنا بنقوم احنا كدكاتره. انا شخصيا بلتع عيان شك كده نون كومبلاينت وكاتب عنده فايل الراجل ده نون كومبلاينت، بادي دقيقتين اقول له بس السيناريو بتاع حياته ومنتهي فشل كلوي ودياليسيز ماشي ومشاكل دياليسيز، بيبقى كومبلاينت مع ده. انت يجب ان اه بتحب الفطور العيانين بتوعنا، انما لو انا شامم ريحه نار كومبلاين بخوف العيان بتاعي بقول له خد بالك الممبر الزاو كرتين اثنين جميل هتعوز غسيل وهتتبهدل، خد العلاج ده بقت كومبلاين. دكتور ولاء، فندم مع حضرتك دكتور. هو حضرتك بس انا عايز اقول لك الارتكسيباب مش مشكله عندنا، الارتكسيباب بيتصرف عندنا ما عندناش مشكله فيه. لو ما عنديش مشكله فيه شوف الريسبونس اللي حصل اللي دي تي ايه، ما فيش جود ريسبونس والكرياتين عالي ادي لها ارتكسيباب، يبقى ساعتها دام الحكومه قويه وعندك ارتكسيباب ما فيش مشكله، وما فيش ريسبونس للانيشال تريتمنت، وعندي بنت 30 سنه ده بنت صغيره ده اديها الارتكسيباب اللي موجود. وساعتها اذا كنت حد الرتوكسيماب الدوس بتاعته انا عندي 375 ملي جرام بالسكور متر يعني 500 في المره اربع مرات ورا بعض، يا اما جرام على بعد اسبوعين يعني ده الجرعة المره يعني فده التوتال 2 جرام، فده كميه كبيره. الكميه الكبيره تستوجب يا دكتوره ولا اشوف الانتي بلار في الإلايزا او بتاع في المعمل، مش هنخسر حاجه ان شاء الله نعملها من جبنه ونشوف القصه دي فعلا. ساعتها هعمل انتي بلار في السيرم وهعمل السي دي 19 وهدي الرتوكسيماب واشوف التاثير وانا كده في السليم. بس شوف الريسبونس للدواء اللي انت اديتيه سولون جهاز، احنا كلنا بنتكلم في نفس اللغه. الدكتور ارشف قال البرايس مع الافيكاسي، لان برضو احنا ما بنتكلمش على دواء سحري والنتيجه يعني ما بيجي واحد اجنبي يقول الريسبونس كام، ما اقدرش اقول له الاندكشن 100%، يا ريت عندنا 100% كنا يبقى الناس تضحي وتقاتل بسبيل الدواء، ما عندناش 100%. لكن انت بدات دواء هتشوف الريسبونس مش ساتسفاكتوري وعندك ريتوكسيماب ما فيش فيه مشكله. هو انا اعتقد ان دي مناقشه سريه جدا للحاله، كل الاراء تقريبا بتتكلم حاجه واحده، واعتقد ان احنا استفدنا كتير جدا من الدسكشن دي. ولو انت عندك الحاله الثالثه في عجاله اتفضل. هي برضه يانج ايج برضه للاسف، ودي مانجد غلط من الاول، دي عيانه برضه ست. انت انت ستات ولا ايه؟ ولا الصعايده ما الرجاله ما بيعيوش؟ لا الرجاله بيعيوا وبيموت برضه. لا بيموتوا بتخلصوا عشان بس كده. لا لا عشان جايبين حالات من قسم الحريم المره دي. الرجاله المره الجايه دكتور حسين ان شاء الله. خلاص ماشي اتفضل.
هي 32 years old female patient. دي جاية في الاوت بيشنت كلينك. دي بقى جاية مبعوتة من دكتور بطنة ان هي ليها 13 سنة, عندها بروتينيوريا وماشي على العلاج زي اللي هو الستيرويد, بيدوها ستيرويد بس من غير اي انفستيجيشن. ليها 13 سنة. انت في الحالة دي واللي قبلها عملت تاتش اللي حاجة تعتبر يعني بحكم الدكتور سمير في الجودة والكلام ده, انا مش عاوز استخدم الفاظ كبيرة بس ما حبش الالفاظ الكبيرة, ده حاجة سخيفة جدا, والمفروض ان احنا الناس فعلا تحترم نفسها والعلاج يبقى فيه يعني ماشي. لما هي مش بتعالج عند النيفرولوجيست, هي بتلف عند دكاتره بره ليها 13 سنه. كل اللي مضايقها كان ان هي جايه عندها ان هي اكتشفت ان ضغطها عين, وهي ليها 13 سنه على الاستيرويد وبتاخد معاه كمان رامي بريل انتي بروتينيوريك دروب. تمام. عندنا احنا كان البلد بريشر بتاعها 160 اوفر 100, طبعا فيها كل حاجه بتاعه الاستيرويد, كان بشنوت فيس, كان فيها برولا. نعم. برنزون قد ايه؟ بتاخد ليها 13 سنه. لا قد ايه في اليوم؟ بتاخد كانت 40 مللي 40 جرام يوميا لمده 13 سنه. ماشي. وفيها سترويدوكسيستي ايه تاني غير السلايد دي؟ وفيها استرايا روبرا والكلام ده. احنا دي الانفستيجيشنز اللي احنا عملناها لها. عندنا كان اليورين اناليسيس كان بلس 2, كان في ار بي سيز, ال 24 اور البروتين كان 4000 حوالي 4 جرام, الكرياتين بتاعها كان نورمال نفروتك. تمام. السي 3 بتاعها كان على اللور ليميت نورمال, السي 4 بتاعها كان نورمال. عملتوا لها ايه بقى؟ هايبر كان ده الرينال بايوبسي بتاعتها. الكرياتين عمل معاها. الكرياتين كان كويس, كان كويس. الدكتور بقى بسالك السيرولوجي. السيرولوجي بتاعها كان نيجاتيف. الهيباتيتس بي والسي والاتش اي في لا احنا كان نيجاتيف. انا بس نسيت اكتب اقصد الفيروس نيجاتيف ولا حضرتك قصد حضرتك السي 3 ولا الايه والايه خلاص اقصد الفيروس خلاص نيجاتيف اوكي فيروس تمام دي كانت رينا بيوبسي بتاعتها اللي هو في اول حاجه ده يعني الصوره دي اللي هو ده في دي فومي سيلز موجوده في الانترسيشيوم. بالنسبه للصور اللي فاتت في سيكنج في البيزمنت ميمبرين وفي الباترن بتاع الميمبرينو بروليفراتيف كان تمام بتاع الميمبرين باتر وانا ما اعرفش الشم ده في التيبيول ده قيمته ايه مش عارف. وبعدين ده كان التقرير بتاعها ان هي عندها 44 جلوميرولاي, فيهم الكونكلوجن بتاعها ان ده كان ام بي جي ان, وان في موجوده انترا ميمبرين سوسب اندوثيليال, وان هي العينه دي فور عشان السي 3 على اللور ليميت فورمال, فاحنا فور ان احنا نعملها ايميون هيستوكيمستري. ده كان ايميون هيستوكيمستري كان نيجاتيف. نعم. ايه كان نيجاتيف. تمام. احنا عملنا الايه كان نيجاتيف. الصوره دي اللي هي دي مصبوغه بالسي 3 اللي هي طالعه بوزيتيف, ده الايميون هيستوكيمستري بتاعها, والنيجاتيف الناحيه دي بتاع يعني ده السي 3 بوزيتيف. سي 3 جلوميرولوبا يعني. سي 3 كانت تقرير سي 3 ان هي فيرسس سي 3 فيرسس ان هي تكون ديس ديبوس ديزيز, بس لما طلعت صبغت الاميون كان ده سي 3 جلوميرولوبا. احنا بقى حضرتك المانجمنت بتاع السي 3 ده اللي احنا اننا ساعتها قريته في الكومبريهنسيف. اديت لها ايه؟ ضفت لها سيلسبت الام ام اف ترود سيلسبت. هو ده اللي في ايدينا, لان الاكلوزومات هنجيب اكلوزام منين والكلام ده, هنسمع برضو من الدكتور اشرف الدكتور صبح الدكتور سمير. بس انا حضرتك هي بس الفكره حضرتك ان 24 اور بتاعها في الفولو اب بتاعها بقى 8 جرام, السيرم كرياتين بقى 1.5. فانا يعني انا كنت قريت الجزء البروجراف الاخير ان في بعض لما بيكون في بروجريشن للكرياتينين او الكرياتين بيزيد ان احنا المفروض ندي بالس ثيرابي, فانا مش عارفه يعني العينه هي كده ليها حوالي 3 شهور على الام ام اف نكمل ازاي؟ الكرياتين يا دكتور اشرف ده 10 1.5, والبروتونين زاد في الاستاكر من 4 جرام بقى 8 جرام, فهي نفروتك استرويد. فهي بتسال دلوقتي هل في مجال الاسترويد بامبس ولا تعمل ايه؟ ولا ازود الام ام اف مثلا؟ الام ام اف بتدي قد ايه يا دكتور علاء؟ نعم 1.5 جرام بتاخد 1.5 جرام 1.5 جرام 1.5 ثلاثة أقراص فيه. احنا هنا ممكن يعني نسمع بس الاول الدكتور اشرف وبعدين اقول انا كنت بفكر في ايه.
جايبين لنا حاجات غريبه كده بهيستوري اولد هيستوري ما نعرفوش. انما بالنسبه لي it is unusual to find this case with this pre-divorce disease over 13 years with this clinical scenario. This is not the case. يعني مش ماشي مع الكلاسيك سيتويشن بتاعت السي 3 جلوميرولوباثي. وبعد كده انا اقول والله ده خلاص هي سي 3 ديبوزيت ديزيز او سي 3 جلوميرولوباثي وات از ذا تريتمنت فور سوتش سيتويشن. كرياتين بدا يزيد 1.5 يعني وي هاف هاي كرياتين والبروتينوريا بروجريسنج وبدي فلويد سيلسبت وديفينيتيف تريتمنت فور سي 3 جلوميرولوباثي. يعني لو هي بقى سي 3 جلوميرولوباثي افكر بقى في ايه في 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 انتي بوديز افكر في بلازما اكسشينج وذهاب وحاجات زي كده يعني افكر في حاجات ثانيه قوي. فاللي هيبقى في سيتويشن زي ده اهو على اساس انها سي 3 ديفوز ديزيز احطها في اكسشينج اعمل لها بلازما فارسيس وهكمل الستيرويد سمول دوز طالما كوشينويد وهدي الماكسيمم دوز اوف سيلسيت اب تو 3 جرام. بس اعترف المزنق بيحل المشكله. اعترف المزنق بيحل المشكله. طبعا خلينا نقول ايه في النهايه برضو الفصائفي بالذات في ايمينوستين بيحسم الامر. It is C3 deposit. How did it deposit? القصه هتبقى كومبلمنت كاسكيد وديس ريجوليشن ومشاكل صعبه. الديفينيتيف تريتمنت هو الكنيزمان بس it is not available. تمام. لا بروليفرتيف ليجن اي بروليفرتيف ليجن يبقى بتهجم بالانتي بروليفرتيف اللي هو اندوكساين والام ام اف وزائد بقى الفالس سترويد. يعني هنا ممكن تبتدي فالس سترويد تركز بعد الثلاثه فالس على 60 مللي جرام ده ازرق ممكن تخش اندوكساين. خلي بالك يا دكتور محمد كوشنويد هيبقى فيها سترايا و13 سنه استرويد. ما هو ده كلام جميل سترايا وكوشنويد لان كانت بتاخد سترويد ان افكتيف دوز ما كانش بتاخد دوز مظبوطه ولا خدت سيرفيتك افكت انما خدت فبدي جود انك القصه اللي انتهت فيها فين. انا اقصد ايه؟ اخش ابدا بوايب سترويد ما جابش النتيجه اوكي ممكن وذرو بسرعه ماشي وانزل على دوز صغيره قوي انما لازم I have to give her a chance of a strong treatment. Strong treatment يا خالص سترويد 3 ايام وانزل على 60 واخش بقى قدامي يا اما 6 جرعات عشان وانزل على ام ام اف او على سيرفي. ده سيناريو انا باخد اقوى ما هو تحت ايدي. وبعدين دكتور حسين اتكلمنا عن حكايه الساكل صماي الكالسينورين مشكلتها الضغط مش هايبرتنسو هي والكارتين هو بيعلى ده بيعلى البروتينوريا بتزيد. ده السيناريو بتاع سانسفور فيمكن في الممبرناس انا خاطرت وغامرت بادخال سايكلوسبورين لان عارف ان ده ديزيز ويتش ريسبوند تو سايكلوسبورين. يمكن هنا هي ستوري بتاعت بروتينوريا فقط انكريزنج بروتينوريا انما الكارتين ما بيزيدش ادخل السبورت بيزيد والبروتينوريا تبقى عنيفه وهايبرالبروتينوريا بتتزايد اخاف اخش في السبورت. السبورت سبورت سلاح في ايدك بتخشوه بالراحه بس وجود كرياتينين في ديزيز انا عارف ان هو نوت ذا ديزيز اوف كالسيتورين ببقى خايف. الاسبور ارب برضه هي ماشيه على الابريل الاسبور ارب خد بالك عيان ستيبل عيان دايناميك. يعني عندي بني انا بقالي مده طويله على سيرم البوم 2 وبروتينوريا 5 جرام ممكن اخش في اس ار دو صغيره طبعا ببص على الكرياتينين انما عيان في مرحله التطور يعني البروتين قاعده تزيد بقى 3 4 5 جرام 6 جرام والان بنلعب المرحله دي اخش الكالسيورين او اس ار نو لا عين ستيبل على اي وضع ابتدي اجرب. بحس لو اي تشينج بعزيه لان انا بجربه
انا ممكن اخش بسيتوسبورين او اس ار عيان متدهورا، ما اعرفش بقى التدهور الزاد ده من الدواء بتاعي ولا من السيناريو بتاعه فما اخش. الدكتوره ولاء، دكتوره ولاء ازيك؟ تمام يا دكتور. على فيري ديفيكال طبعا، لكن احنا هنبدا الستيب ديت يعني هناخد الكلام استاذ راي وراي. احنا ما عندناش ايفيدنس قوي، لكن الاسترويد برضه التوكسيستي اللي واضحه ده مخليني مش بحاول ان انا ادي بانس استرويد ولا وهنعمل ايه؟ جرام ونص. دكتور اشرف بيسال سؤال. في بعض حكايه الكروزومات ديت ده مام بريك كده تقول و هو ضمن اللاين اوف تريتمنت، وخاصه لو عملت الكومبلمنت ايفالويشن كامل وشفت انا المشكله عندي في السي 3 ولا السي 5. لو المشكله في السي 3 كومبلكس وديت مش بس عشان اقيس الليفل بتاع السي 3 والسي 4، لا اتعمل تحاليل بقى ممكن السي 3 حاجات زي كده. لو الفاكتور هو بيجي هنا في البلازما اكسشين، ويمكن انا بعد الدسكشن ديت كلها يعني ميال انه نخلي السلسله 2 جرام ونتاكد ان هي كومبلاينت على التريتمنت وما كانش فيه ريسبونس والامور كده، ممكن نخش برضه بلازما تشينج بعد ما نعرف اللاينز كلها. السيكلوسبورن هنا هيبقى ريسكي لو انه ممكن يخش برضه بسمول دوز وبدام العيان اندر اوبزرفيشن، لكن خلينا على الهايبر تنشن والكلام ده ومش ده الممبرنس نبقى نرتبه شويه. الاكتوزوماب مرفوض خالص لان ما هش نقدر عليه، مش موجود في مصر ولا حد يعني الحالات اللي استخدمت في العالم كلها حالات معدوده. يمكن الكويت يقدروا يعالجوا زكريا لما كان هنا، قالوا نستخدموا حالات الاكتوزوماب في الاتيكال اتش او اس. لكن خلينا نحط يا ترى الاقي البلازما اكستشينج في المايند لو العيانة ما ايه ما وخلي السلسله 2 جرام سولون جاز ما فيش توكسيستي ميس. في هنا في سؤال جاي as regard the rising serum creatinine proteinuria discuss with your patient the option and the prognosis. ماشي. انا بتهيألي حالات قويه جدا يا دكتوره ولاء، زي ما انت احترت فيها احنا كمان محتارين فيها، وانا بتهيألي النهارده مش هيبقى مناسب ان انا اقول محاضره بعد هذا. انا شايف ان المناقشات اللي كانت سريه جدا لدرجه ان هي خلاص خلص الكلام بهذا القدر اليوم، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله مع الف سلامه. شكرا جدا يا استاذ حسين. مع الف سلامه. شكرا. السلام عليكم. شكرا جدا.